الليله راح نهنا سي سعيد باش نهضروا على لو سالون دي موبيلي اللي غيقام ان شاء الله الاسبوع المقبل بهذا الفندق الضخم اللي هو كرون بلازا اللي جاي اون بلان سونتر دو بروكسل. بالناس اللي ما كتعرفوش غادي يكون هذا المعرض ديال العقار اللي منظمته صوفيا ايفنتس بالحضور ديال جوج ديال الجروب ان شاء الله تبارك الله اللي صحاح في المغرب كما يقولوا اللي هي اكسيليا وكوغاليا اللي غادي تكون مناسبه باش يعرضوا هنايا المنتجات ديالهم كسوا دي فيلا دي ابارتمون ولا دي لو تيران بالمويان اللي هو صنديك في اغلب المدن المغربيه سواء السعوديه وجده طنجه كابونيكو مراكش اكادير الدار البيضاء. يعني الاختيار الحمد لله غادي يكون الاختيار موجود والاثمنه غتكون مناسبه خاصه على بالنسبه لهذا المعرض اللي غادي يقام في هذا الفندق الفخم كما قلت. غادي يكون كما قلت 16 17 ديسمبر ان شاء الله السبت والحد اللي غادي يكون ابتداء من الساعه 11 صباحا لغايه 7 مساء. واللي غادي تكون مناسبه في هذا اللي غادي يكون واحد الحاجه اللي مزيانه في هذا المعرض هو غادي يكون فنانة كبار من طراز الرافي اللي غادي يجونا خصيصا من المغرب باش يانيمونا هذا ويتلقاو مع الفرصه باش يتلاقاو مع الجاليه اللي من بينهم لالا سميه اقريو الممثله الغنيه على التعريف، لالا سميره البلوي المقدمه ديال صباحي الدوزام اللي باش نعرفهم، والاستاذ الكبير ديالنا سي محمد الخياري الفكاهي الكبير، وسي رشيد العلالي المعروف برشيد شو كما يقولوا له في المجال الفني. وغادي تكون هناك يعني غادي يكون هناك حضور موسيقي اللي غادي يشرف عليه الاستاذ الاوركسترا ديال عادل العثماني اللي غادي يجينا خصيصا من مدينه فاس، وغادي يكون بحال دي ستاند ديال تاع الدراري الصغار اللي باش يلهيوهم اون اتوندون كي لي بارون زعما كيشريو يشوفوا على خاطرهم ايتو. غادي يكون ان ستاند دو اني اللي غادي تكون مشرف عليه واحده من الاخصام اللي كمتخصصه في هذا الميدان وهي ليلى شرادي، وغادي يكون الكاليغراف اغاب الاستاذ ديالنا محمد الزعتراوي. كما قلت لكم الدخول هو راه بالمجان، يعني كما يقولوا الفرصه متاحه لكل واحد يجي بوندون هذا الويكاند يجي يشوف على خاطره. غادي يكونوا هناك مستشارين قانونيين في المجال ديال البناء والشراء اللي بغى يشري هذاك. كاين غادي تكون معنا اغلب البنوك المغربيه بين بينهم البنك الشعبي وفا بنك بي ام سي اللي غادي يكونوا حاضرين معنا. غادي تكون معنا ايمو فينونس اللي هي شركه عقاريه حتى اللي بغى زعما باسكو غادي يكون الخاصيه ديال المعرض وانه البروجي غادي يبقى واخا يعني غادي الويكاند غادي نسالي غادي البروجي يبقى هنايا اللي ما كما يقولوا لنا با بري لا ديسيزيون باش يشري عنده الوقت يتصل بنا على خاطره ونسهلوا كاع الماموريه. كنشكر السفاره المغربيه اللي السفير الحمد لله اكدنا الحضور ديالو واللي غادي يكون الافتتاح الرسمي وهو يوم السبت ان شاء الله على الساعه الثالثه زوالا. سفري اللي كنسمعوا دابا الناس ولات خايفه يعني سيغتين غير خايفه بالعقار المغربي اللي مهم في هذا المعرض هذا وهو اولا كنقول لك صراحه كان ماشي فيهم هاد الناس تيقيتو ما غاديش نخدم معاهم باسكو راك عارف الحمد لله صوفيا ايفنتس وربوع عبد الضعيف الا ما كانش عندي شي واحد اللي مضمون والضمان لله كما يقولوا بصح الا ما كانش كليون اللي صحيح وعارفوا بلي ما غاديش يحشم مع الناس باش ندير معاه. والضمانه الثانيه وانه 90% ديال هادشي اللي كيعرضوه مبني موجود، يعني الناس تمشي تشوف عندها اقل في المغرب تمشي تشوف تسول، يعني ماشي غادي عاد نديرو هادشي مديور موجود كسوا في طنجه في السعوديه ايتو واش غادي نقول لك موجود تو تافي مرحبا. ماشي غير المغاربه اي مواطن بغى بلجيكي باسكو دابا تبارك الله اكادير ولا مراكش ولا مدن عاديه فاتني اللي فيها لي فرونسي لي بلجي تو كاين دي رياض دي كروند فيلا اللي جايين في الجولف حتى البلاش قال الاخوان ديال البلاش كان اللي بغى يجي يشري مرحبا به فاتني. حنا الباب مفتوح لكل واحد مرحبا 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 اللي بغى يجي يسول يشوف ايتو راه حنا راه الاشاره من جاي من المغرب اخصائيين في المجال ديال البني تاع الجروب اكسيليا وكوغاليا اللي جايين ان شاء الله غير باش يسهل الماموريه ويحققوا الحلم ديال كل واحد اللي بغى يشري يقتني شي حاجه ديال العقار في المغرب.